مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شلونكن؟ شو أخباركن؟ اليوم بهاي الحلقة رايح أخبركن أشهر عبارات جبل بمسلسل الهيبة، The Jabal's Most Famous Arabic Phrases. إذا أنتوا بتحبوا هذا المسلسل وبدكن تعرفوا العبارات يلي جبل بيستعملها، اسمعوا لهاي الحلقة ورح تتعلموا كتير اشياء عن العبارات المستخدمة بمسلسل الهيبة. وكمان انا كتبت لكم كل عبارة بالعربي والترجمة بالانجليزي، وكمان شرحت لكم اياها بالعربي مشان مفرداتكن بالعربي تصير أقوى. فإذا بدكن هدول المعلومات مثل العادة روحوا على Patreon page Learn Arabic with Khalid و join me هنيك و get the PDF مع كل البيديفات والعبارات والمفردات يلي سويتها بهذا البرنامج. وخلينا نبلش. أشهر عبارات جبل. أول عبارة، كلمتي ما بتصير تنتين. كلمتي ما بتصير تنتين، يعني إذا حكيت شي رح ساويه وفينك تثق فيني وممكن تعتمد علي، أنا صاحب كلمة. جبل بحب يستعمل هاي العبارة مشان يقول انه هو شخص ممكن تثق فيه وهو صاحب كلمة. يعني المعنى الحرفي بالانجليزي My words does not become two. If I say something, I will do it. العبارة الثانية ممكن انتو بتعرفوها، ما تهلكوا للهم أو ما تهلكي للهم. هاي العبارة مشهورة كتير وجبل بحب يستعملها دائما، وكل العرب بالشرق الأوسط بيعرفوا هاي العبارة خاصة بجبل، هو اخترع invented هاي العبارة. والمعنى هو يعني لا تاكل هم، لا تتوتر، لا تفكر كتير، خليك ريلاكس، كل شي رح يكون تمام، كل شيء تحت السيطرة. The literal meaning don't eat worry. بس المعنى بشكل يعني طبيعي don't worry. تمام؟ استعملوها وجربوها. العبارة الثالثة، شرف معي. شرف معي يعني تعا معي، روح معي، تفضل خلينا نروح مع بعض. الترجمة الحرفية هي come with me. نحنا بنستعمل هاي العبارة لما بدنا نعطي أوامر لشخص ونقول له شو لازم يساوي. وجبل بيستعمل هاي العبارة لما بده يعطي أوامر orders. العبارة اللي بعدها فرج. فرج هاي الكلمة كمان كتير مشهورة وجبل بحب يستعملها كتير. فرج، شو يعني فرج؟ فرج يعني إن شاء الله خير، إن شاء الله كل شي رح يكون تمام، رح لاقي حل للمشكلة. بنستعمل هاي الكلمة مشان نضل إيجابيين positive، خاصة لما عندنا مشكلة كبيرة. العبارة يلي بعدها سبات. أكيد أنتو بتعرفوا هاي الكلمة سبات، يعني خليك مكانك، لا تتحرك، وقف، لا تساوي أي شيء. المعنى بالإنجليزي يعني stay in your place. بس طبعا جبل بحب يستعمل هاي لما بده يقول شيء
وبده الناس تسمع شو هو بده يحكي، وبيقول سبات. وكمان إذا في مشكلة مباشرة جبل بيجي وبيقول سبات، مشان هو بده solve the problem، بده يحل المشكلة. العبارة اللي بعدها منتهية، هي كلمتي المفضلة بصراحة، وأنا دائما بستعملها بنهاية كل بودكاست، بقول منتهية يعني مشكلتك محلولة، لا تاكل هم، رح حل المشكلة. المعنى الحرفي It's done، خلص. بس جبل بيستعمله لما بده ينهي محادثة أو بده يعطي مثل اطمئنان reassurance إنه كل شيء تحت السيطرة. العبارة اللي بعدها انتبه وين عم تدعس. واو، هاي العبارة كتير حلوة، انتبه وين عم تدعس، يعني دير بالك على الطريق، لأنه الطريق خطر وممكن رح يكون عندك مشكلة على الطريق. هاي العبارة بيستخدمها جبل مشان إذا بده يعطي تحذير warning أو تهديد لشخص معين threatening. العبارة اللي بعدها بدي راسه بأول الهيبة ورجليه بآخرها، كتير حلوة. بدي راسه بأول الهيبة ورجليه بآخرها. المعنى الحرفي لهي العبارة هي I want his head at the beginning of the town and his legs at the end of it. شوي غريب بس انتو بتعرفوا شخصية جبل، أبداي شخص صاحب كلمة، ابن حلال، والله رجال. جبل بيستخدم هاي الكلمة لما، أو هذا الفريز، لما بده يقول لشخص عن النتائج يلي رح تصير إذا ساوى شي سيء لإله أو جرح عيلته hurts his family، أو شخص عم يعمل مشاكل بالمدينة. العبارة اللي بعدها كمان حلوة، دايما إذا بدك تجرح بدك تداوي، والله حلوة هاي العبارة، دايما إذا بدك تجرح بدك تداوي. تجرح يعني to hurt، الداوي يعني to heal. معنى العبارة يعني إذا سويت مشكلة لازم تحلها، وجبل بحب يستعمل هاي العبارة بشكل كتير شاعري يعني poetic. هو بده يقول إنه دائما لازم يكون عندك مسؤولية لتصرفاتك، مسؤولية responsibility. وآخر عبارة لجبل هي وربي وربي وربي، يعني هاي عبارة لما بدك تحلف بالله، so I swear by God، معناها والله بحياة أمي. فجبل بحب يستعمل هاي العبارة لما بده يعطي وعد، وعد يعني promise، أو كمان لما بده يعطي تحذير warning. ممتاز، هذا كل شيء لعبارات جبل لليوم. إذا أنتوا بتحبوا هذا النوع من البودكاستات خبروني وكتبوا لي تعليق أو بعتوا لي إيميل عن الأشياء يلي أنتوا بدكن تشوفوها بالبودكاست. وطبعا إذا بدكن تحكوا عربي مثل البلبل، أنا بنصحكن إنه تتعلموا عن طريق القصص مع الترانسكريبت.
Learning stories with transcripts is the most powerful and natural way to learn Levantine Arabic. ومثل العادة ومثل ما بيقول جبل منتهية.